أن تقع المرأة ضحية اغتصاب شخص غريب فهذه ظاهرة منتشرة ومعروفة، لكن أن يكون المغتصب هو زوجها فهنا الكارثة. واجب الزوجة شرعاً الاستجابة لرغبات زوجها عند طلب الفراش، لكن هل هي ملزمة بالاستجابة بغض النظر عن ظروفها ورغبتها؟ وماذا عن اضطرارها لتلبية رغبة الزوج وهي مصحوبة بمشاعر الكراهية والخوف؟ وأخيراً، هل يقع ذلك تحت تصنيف الاغتصاب الشرعي؟ لا يوجد بالمعنى الشرعي شيء اسمه اغتصاب شرعي، الاغتصاب غير شرعي بالمطلق. في علاقة الزوج بزوجته، العلاقة الجنسية هي علاقة شرعية 100%، ولا يحاكم الرجل على علاقة جنسية بزوجته. الذي يحاكم عليه الرجل هو الظروف المحيطة بهذه العملية الجنسية. الرجل وزوجته يجب أن تكون العلاقة بينهما علاقة حميمة، علاقة فيها حب ومودة وإلفة. إذا تجاوز الرجل هذا الموضوع بمعنى أنه أكرهها وضربها وأهانها ثم أراد أن يواقعها، إن للزوجة حق الاعتراض وترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي لتقول إن زوجي آذاني وضربني وإلى ما هنالك. ما نعترض عليه في القانون الحالي أنه أتاح لأي امرأة تذهب إلى الحاكم الشرعي أو إلى القضاء المدني لتقول له إن زوجي اغتصبني. ما هو الدليل على أن زوجها اغتصبها؟ وهل هناك قانون ينص على تجريم الرجل عند فرض المعاشرة الجنسية بالقوة على زوجته؟ هناك بعض ديانات، بعض آراء لم توافق على هذا القانون، كان عندها ملاحظات كثير واعتبرت أنه هذا القانون في لبنان قد يؤدي إلى مشاكل أسرية وتفكك بالأسرة، ونحن بلبنان ما بدنا هذا الشيء. الكنيسة مثل ما قلنا قبلت القانون مع بعض تحفظات بسيطة، لكن أنا أتمنى أنه حياتنا نقدر نرتفع إلى مستوى القوانين المدنية العامة التي تطال كل الناس بغض النظر عن الدين والقوانين الدينية.